السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين شيماء أم العربي. غادي نوجدوا مع بعضياتنا واحد تاكوس منزلي، تاكوس ميكست، يعني غنديروه بالكفتة وبالصدر. هنا ممكن نديرو الصدر ديال الدجاج، أنا درت الصدر ديال لاداند، وغادي نديرو معاه واحد التوابل. وطبعا في هاد الوصفة غادي ضروري منين نقولو تاكوس يعني خاصنا خبز التاكوس اللي كنت وجدت معاكم من قبل، هذيك الوصفة اللي ناجحة هو هذا، هي الوصفة اللي معتمدة. غادي ندوزو دابا للطريقة ديال الحشوة، كيفاش نوجدو الحشوة ديالنا. اول حاجه غادي نحتاج، هنا درت كميه ديال الكفته قدها كميه ديال الصدر ديال لاداند، نتوما على حسب الذوق ممكن ديروا حاجه اكثر من حاجه اولا قد اولا الصدر ديال لاداند هو اكثر من الكفته اولا غير الصدر ديال لاداند بوحدو ولا الكفته بوحدها. المهم نتوما اختاروا، انا قلت ميكس يعني بزوج، الا بغيتوا ديروا غير حاجه وحده ديروا حاجه وحده. فغادي نحتاجوا الكفته مع الصدر ديال لاداند، بصله كبيره مشلضه، غادي نحتاجوا لا موطارد مع العطريه اللي فيها هنا، يا اما ديروا زيت الزيتون اولا زيت المائده. غادي نحتاجوا القزبر يابس، قلت لا موطارد. غادي نحتاجوا الصلصه الحاره، صوص صوجا، عطريه ديال الكوري اللي ما عندوش ما يديرهاش. غادي نحتاجوا الثوم بودره، اللي ما عندوش يدير فص ديال الثوم لكن الثوم بودره كيجي احسن، فلفل احمر والزنجبيل او السكينجبير والملحه. هادو هما المكونات ديال الحشوه، ومن بعد غادي عاد نوجدوا لي صوص مع بعضياتنا. في مقله على النار يعني شعلت البوطه، درت المقله ديالي، غادي ندير شويه ديال الزيت، غادي نضيف له الصدر ديال لاداند، ممكن ديرو ديال الدجاج، وغادي ندير لا موطارد، غادي ندير معلقه صغيره ديال الخردل، مع معلقه شويه ديال الهريسه او لا الصلصه الحاره، شويه ديال القزبر يابس، فلفل احمر ولا تحميره، شويه ديال سكينجبير، ثومه غبره، كتجي لذيذه هي في هذه الوصفه. من الاحسن ثوم بودره، معلقه ديال صوص الصوجا وشويه ديال الملحه، وغادي نجيب واحد المغرفه غادي نخلط هاد المكونات ديالي كامله، نخليوها طيب مع الدجاج حتى داك الدجاج يطيب وينشف لينا من مويها اللي غادي يطلق، نخليه هو كيتشحر وندوزو ناخذ مقله اخرى اللي غنديروا فيها الكفته. طبعا مع هاد الوصفه راه غادي نحتاجوا لي فريت، الفريت انايا غادي ندير البطاطا اللي غادي نشرملها في الفران، يعني البطاطا مقليه في الفرن، راني غادي نحط لكم الرابط ديالها اسفل هاد الفيديو اللي ديجا انا مديرها معاكم. غادي نخلي الدجاج ديالنا يتشحر وغندوزو نوجدو الكفته. في المقلة اخرى غادي ندير مقلة اللي فيها شويه ديال الزيت، غادي ندير فيها البصله وغادي نديرها تشحر حتى تطيح لينا حتى هي هاد البصيله. ملي تشحرات غادي نضيف لها هذيك الكفته ديالنا، ونحاولوا الكفته ما تفرتتش بحال ملي كنديروا فيها نديروها في شي حشوه، خاصها يبقاو يبانوا لينا دوك الطريفات شويه كبار. دابا غادي ندير على العطريه حتى هي شويه ديال القزبر يابس، شويه ديال الفلفل الاحمر،
شويه ديال الثوم بودره. صافي هي غندير فيها واحد طريقه ديال لا موطان. وشويه من عطريه الفيوري، ممكن تشريها العطريه ديال الفيوري قرعه كتباع في الاسواق جاهزه، او لا تمشي عند العطار وتقول لي عطريه ديال الفيوري. كنديروا منها واحد شويه ما نقويوش. صافي وغادي نخلط هذه المكونات، شويه ديال الصلصه الحاره غير شويه. صافي ونخلط هاد الكفته مع هاد المكونات، وكيقول نحاول ما نفرتتهاش بزاف. ونخليها حتى تطيب حتى هي وتشحر لينا وما تبقاش فيها هذيك المويه اللي كتطلق. وغادي نطلقاو مني غادي يطيبوا لينا باش ما يطولش الفيديو. نطلقاو، انا عندي صوص كوكتيل جاهزه، وعندي الصلصه الجزائريه الجيريان جاهزه، يعني شارياهم. دابا غادي ندوزو نوجدو غير مع بعضياتنا صلصه الساموراي. من بعد ما طاب لي الدجاج والكفته، قلت لكم عندي صوص كوكتيل فما غنوجدهاش، شاريها جاهزه. غادي نوجد عندي صوص الجيريان، دابا غنوجد لاصوص الساموراي لانها خفيفه ولذيذه. اللي غادي نحتاجو فيها جوج معالق كبار ديال صلصه المايونيز، معلقه كبيره صوص كيتشوب، وغنديروا واحد القليل من الهريسه اللي تيبغي الحار طبعا، وغادي ندير شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، وغادي ندير واحد العصير ديال شويه ديال الحامض، ماشي عصير حامضه مي غير شويه. صافي هاو نزول هاد العظيم اللي طاح لي. صافي غنخلطها، وهذه هي الصلصه جاهزه، صلصه الساموراي. هي كتكون خفيفه عفوا، دابا غادي ندوزو نكملو نديرو المونطاج ديال ناخدو الخبز ونعمرو. كيف كتشوفو خديت الخبز ديالي ديال الطاكوس، غادي ناخد هاد صلصة الساموراي اللي وجدنا مع بعضياتنا، غادي ندير منها هنا في الوسط، غادي ندير معلقة قمر، غادي ندير معاها هنا الكفتة وفرماج، وغادي نحتاجو جبنة الساندويش حتى هي. غادي ندير شوية ديال الكفتة، غادي ندير شوية دجاج أولا صدر ديال لاديند، بحال هاكا. غادي ندير عليه فرماج صلصة الكيتشوب، أنا كتعجبني يعني كل واحد نديرو ليه اللي بغا.
كندير مربع ديال الجبن كتشوفوا حنا ما دايرين حتى نوع ديال عفوا غادي ندير هنا نسيت غادي ندير الفريت ديالنا انا مقطعها رقيقه باش تجي هي هذيك في الطاكوس ديالنا على هذا الشكل وندير ونعود شويه تاع الكيتشوب هذا ديالي انا عزيز عليا الكيتشوب مع صلصه الساموراي وندير الجبن صافي وغادي نحاول نطوي الخبز ديالنا على هذا الشكل هانتو كيف قلت لكم الخبز ناجح صافي ونتنيهم كيف بحال الظرف على هذا الشكل بحال هكايا صافي وغادي نقلبهم وغادي نحطهم حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله وعاد نبريسيوهم في ديال البانيني غادي نعاود معكم واحده اخرى عوض صلصه الساموراي غادي ندير هاد صوص كوكتيل غادي ندهنها حتى هي غندير شويه الكفته غندير الدجاج ندير الفريت الفريت هادي مشرمله غادي نحط لكم الرابط ديالها كتجي لذيذه وحتى هي فيها التوابل ماشي شايبه لكم اللون ديالها جاي الاحمر ماشي بيضه غادي ندير صوص كيتشوب وغادي ندير جبنه ساندويتش على هذا الشكل وغادي نجمعو على شكل ظرف بحال هكا ونتنيه شوفوا كتخدموا بالخبز ما كيتقطع ما والو هانتو وكنحطو غادي ندير معكم واحده اخرى لانه ماشي كلهم بديناهم بنفس الصلصات هذه ديال قمر بنتي بغات الجيريان هذه صلصه صوص الجيريان وبغات فوق منها صوص كوكتيل هي تتبغي معلك بزاف غادي ندير الكفته بلاش الكفته ديروا على الفريت بركه كبيرة الصلصه وغادي ندير الصدر ديال لاداند الصدر ديال لاداند جا غزال بهاد التتبيله ندير لك الفريت قلت لك ديرها لاصوص باقا شويه صافي ونعاود الساموراي نعاود كوكتيل ودرت صوص كوكتيل بارك صافي وغادي ندير فرماج ساندويتش حنا ما درناش هذيك الصلصه ديال الجبن اللي كدار بالقشده الطريه والجبن متلت وكتغلى فعوضناها بجبنه الساندويتش عجبك هكا كيتسارى الصلصه كتسارى بحال هكا صافي درت معكم ثلاثه ديال الحشوات دابا غادي نكمل انا الكميه اللي عندي كامله ونبريسيوهم درت ديال البانيني ديالنا كتسخن فغادي ندير فيها الخبز ديالنا ديال يعني الطاكوس ديالنا وغادي نخليه يتحمر حتى يتقريا وغادي نقدموا الطاكوس ديالنا بالصحه والراحه وهذا هو الطاكوس ديالنا من بعد ما كملتو بريسيتو في ديال البانيني فقسمتو على هذا الشكل كيجي هانتو كي كيجي لذيذ بزاف بزاف وكيجي معلك هانتو
واحسن من ديال الزنقه بكثير بكثير بزاف. عارفين اشنو فيه، مجدينو في البيت من الخبز حتى لي صوص حتى حتى الحشوه. نتمنى الوصفه ديال اليوم تروقكم وتنال الاعجاب ديالكم، والى عجبتكم الوصفه كيف ديما ما تنساوش ديروا لايك للفيديو واشتركوا بقناتي قناه شيوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد. فطبعا كنقدموه مع هذوك لي صوص اللي حنا عمرناهم بهم، صلصه الساموراي، صوص كوكتيل، وصوص الجيريان، وشويه ديال الفريت مشرمل. انا كنتعمد في الطاكوس نديرو رقيق باش ما يجينيش غليظ بزاف. اللي عجبتها الوصفه ديال اليوم ما تنساوش ديروا لايك للفيديو، اشتركوا بقناتي قناه شهيوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد. دمتم في حفظ الله ورعايته، والى وصفه قادمه بحول الله.